هذه هي عربات قطارات المونوريل والمترو والقطار السريع التي وصلت إلى ميناء الإسكندرية مؤخراً لتدخل الخدمة فور انتهاء أعمال الإنشاءات والمشروعات. عربات سبقها وصول العشرات منها في إطار الخطة التي وضعتها الدولة المصرية ووصفت بالتاريخية لتطوير مرفق السكك الحديدية. طفرة غير مسبوقة يشهدها هذا القطاع تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتطويره لإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين ولتوفير المزيد من عوامل الأمان. فمن 224 مليار جنيه خصصتها الحكومة المصرية لتطوير شبكة السكك الحديدية، تم تخصيص 48 مليارا منها لاستيراد جرارات وعربات جديدة تدعم هذا المرفق الحيوي. خطة التطوير تشمل شراء 110 جرارات أمريكية الصنع وتطوير 81 جرارا وتوريد 1300 عربة روسية الصنع، مع تطوير 3000 عربة قطار موجودة بالفعل، لنصل في نهاية المطاف لعدم وجود جرارات أو عربات قديمة. الجرارات الجديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحواسيب آلية للوقوف على الحالة الفنية لها، وتعمل جميعها بطاقة نظيفة وصديقة للبيئة. عربات القطارات الجديدة مصنعة من الألومنيوم، ما يقلل من وزنها ويوفر استهلاك القطار من الوقود، كما أنه مقاوم للصدأ فلا يتآكل من المياه المستخدمة في نظافة القطارات، أمر يعمل على إطالة العمر الافتراضي للقطار. كما أن العربات مزودة بكاميرات مراقبة لتأمين الركاب، جميعها مكيفة وبها أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. بأواخر عام 2021 سيتم وقف جميع القطارات القديمة عن العمل. لدية المصرية التي تعد ثاني أقدم مرفق من نوعه على مستوى العالم تقديم خدمتها للمواطنين بمستوى راق وآمن. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.